من التنين للجمعة على شاشة الام تي في عم بتابعوا الساعة 6 دنيا هالمسلسل السوري الكوميدي يلي فعلا مضي بوقته اوقات برفقته اوقات ممتعة مع امل عرفة وشكرا مرتجى احداث وتطورات جديدة بهالقصة اللي كثير مهضومة ومعقدة كمان خلينا نشوف هلا شو الاكلات اللي بتعرفي تطبخيهم؟ انت عيني بس هي بدها قعدة معلش نقعد عادي شوفي يا ستي لما بدنا نحكي عن الاكل بدنا نبتدي الحكايه ومنين نبتدي الحكايه نبتدي الحكايه من المحاشي هي اكله العيله المحببه يعني كنا يا طن بحبوها المحاشي بتبدا من وين كوسه محشي باذنجان محشي فنبلي محشي جزر محشي بصل محشي بطاطا محشي ملفوف واخيرا شو يا حزنك يا حزني ان يبنى وتحته فنشت عصاين سودانه واخنع نعم الكوبي بانواعها يعني الكوبي بالصينيه الكوبي المدوره الكوبي المحشيه الكوبي المشويه كيف لك الكوبي المهلبيه الكوبي المخمليه هلا بعدين لوين منوح انا اكلات النبن اكلات النبن ما في اطيب منه وانت دائما مدام زينه يعني ما شاء الله حونك حلوه هيك ما بتقنعي يمكن بالنوم اذا قنعتي خدي كاسه نبن ومشينا نشي بيروق العصب يا عيني شو بتنطحي بعدين شو اكلات النبن اكلات النبن الشاكميه الششبرك نكب النبنيه الشنباطه والكنب نعم نجي هلا للاكلات الخضراء الاخضر يعني المهدورات نعم السبانخ الملوخيه الخضراء الملوخيه اليابسه البندوره بالفرن يعني كلياته هيدا هلا يوفقك هلا بعدين بنروح لاكلات الرز يخرب بيتك اسكتي اكلات الرز هي البنياني انا الفنيكي خلمطيني الكبسه وبس يعني نعم هيدا عداك عن المأكولات البحريه وكل ما خرج من البحار الاخطبوط نعم يعني كلياته العجل كله يعني نعم بس كلياته كفي والاشي اللي بتعملها في ايدي بكفي الاخرى انا نسى بس هيك اشياء نسي انا مشتقات مثل مشتقات البتنون ايه طبعا يعني في عندك سجقات عندك انسانات عندك انخاعات عندك بعدين فتاة المعادن واخينا وليس اخينا سلطة النيفة واخلنا اي نعم خلص دنيا خديها على المطبخ وظيفة صعبة بهالطريقة منتابع أكيد نحن وياكم سهرتنا على شاشة الام تي في ما تنسوا موعدكم الليلة الساعة 9:30 مع زميل محمد قيس ومع سألوا مرتي هالأربع أزواج يلي بيكونوا عم يتباروا بمسابقات طريفة نتعرف كمان بخلال الحلقة عليهم وعلى علاقتهم ببعضهم خلينا نشوف منال الجولة الثالثة معكم رهينكم على 17 كباية مي من الحلو ومن المالح شو منال؟ يلا إن شاء الله إن شاء الله خير؟ إن شاء الله تشرب الميات تتأهل تلقائيا الى اللعبه النهائيه معك دقيقتين تينا استسلمت على تامن كبايه شو احمد بتحط لها شيء تدعمها بس كانت مالحه فيني اتركها واشرب شو بدك اعملي مهم بعد دقيقتين لاقي انا كبايات ال17 كله مشروب انا بعرف انه احنا لازم نتأهل غير هيك مخسر بده السياره بده السياره 3 2 1 توب كاونتر جو يلا برافو يلا حياتي اكثر ما ضغط عليه هم الوقت ركزي كيف تشربيهم معلم نضحي شوي بالميات بنشربهم في سياره موديل 2015 اكيد كرمال حبيبه اكيد بدها تشربهم انا بعرفها عم نشوف الكبايات فاضيه بدات ايه على الاخر برافو حبيبي برافو صاروا 6 كبايات لهلا يعني بمعنى اخر باسكال شربت 12 كبايه مي بدك تزيدي فوقهم 5 بصيروا 17 برافو منال برافو منال قطعت نص الطريق برافو يا شطوره شطوره في سياره لا بدي اخذك كزدوره فيها باخذ كزدوره فيها بدل ما تكتبها باسمها لا باخذها كزدوره فيها و ايه وقف ما تشربي اشربي اشربي شو بدك تشربي وعدها باسمها اكيد باسمك اكيد باسمها السياره بدي احط لك اسمك عليها من برا هودي لا دفتر السواقه دفتر السياره بيكون باسم مين على الهواء باسم منال باسم منال اشرب الميات يلا بعد في أربعة منولة برافو 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 بتعرفي عملنا لها انترتينمنت على فكرة هلا بدي أعطيها أحلى كادو بس نخلص الله يستر 40 ثانية يلا منال برافو بعد في كبايتين بعد في واحدة على مهلك شو اللي عم مهلك؟ قلة المهلك بتروح البنت يا حرام يا رب دخلك يا زيدان منال وأحمد إلى السيارة
سيارة أبا أصحاب أعلى رهان فهن بودي ورولا والرهان على 18 كباية مي يلا. هيدي الساعة 9:30 مع سألوا مرتي أكيد ومع محمد قيس أوقات أكيد مسلية تنشوف مين اللي بالنهاية رح يربح السيارة. أما بعد الأخبار مباشرة فبتكونوا مع ما في مثله مثل كل سهرة خميس ومع عادل وعباس ونعيم وأنجو ورولا يلي دايما مستعدين لحتى لي يكونوا عم ينتقدوا كل شيء عم بيصير كل دقيقة أو كل ساعة بكل النهار. دولار ولا لبنان؟ اهلا صرت عم تشتغل على المحطات. هيدا هو زيته تبع المطعم. هيدا هو زيته. شو هيدي غير هيديك؟ ايه هيدي غير هيدي. هيدي احلى يا خي. ايه يحلى وبرك لك يحلى وبرك ولك الطعلك ما في مثله. انت مطشطش انت واشيش. الليله بعد الاخبار على الام تي في. هيدي برامج الليلة على شاشة الام تي في. أما نهار الأحد فأنتوا دايما على موعد مع سيليبرتي دويتس ومع كل الأجواء الحلوة وكل الأغاني الفعلا رائعة يلي عم نسمعها مع نجوم كبار بس كمان مع نجوم بمجالات مختلفة غير الغناء يلي منهم عم يتعدوا على الكار ومنهم يمكن يكون يطلع منهم كمان فنانين ومغنيين. رح نشوف أكيد مع الحلقات يلي قادمة لنشوف كمان أجواء سيليبرتي الدواتس وكمان ننتظر هالأسبوع مين اللي رح يترك البرنامج مع أكيد كمية من الأموال يلي بتكون عم تروح للجمعية اللي بيكون اختارها خينا. مين يا حبيبي تبقى جنته جنبه ويروح على ناره. انت حبيبي انت اللي بحبه والقلب اختاره. هما يومين وتعالى بتنادينا لو يوم راح يمكن ما يجيش حبيبي تاني لينا. قرب لي يا وما تسنيش كفاية شوقنا فينا. مش كفاية تبقى معايا وابقى يا حبيبي معاك. هما يومين وتعالى نعيش الدنيا بتنادينا لو يوم راح يمكن ما يجيش حبيبي تاني لينا. قرب لي وما تسيبنيش كفاية شوقنا فينا. مش كفاية تبقى معايا وابقى يا حبيبي معاك. اوقات حلوة مع سيليبرتي دواتس واكيد بالنهاية كل النجوم لهم الفضل لا سهرة ممتعة بس كمان بالنهاية الهدف أن نكون عم نساعد الجمعيات الخيرية كمان. هلا وقفة بنكون مع فاميلي ورح نحكي اليوم عن الحركة حركة الولد خلال الدرس خليكم معنا.